Hello, everybody. This is Engineer Salahuddin. I'm part of Alwatin International Group, and this is Civil Engineering Diploma. We are continuing our class with Revit Structure Software, and we reach to drawing beams. الجسور, جسور الإنشائية. All right. So we understood فهمنا من وين البيمز تنرسم نستركتشر بعدين بيمز بكل بساطة بتطلع عنا البيمز وخيارات الرسم وعرفنا انه البيم بتكون من بعدين ثابتات او ثلاث ابعاد او اربع ابعاد اذا كان تي سكشن اذا كان تي سكشن بيصير إلو ثلاث أبعاد. Okay, so من هون من فوق structure beams كالعادة كيف نعرف إنه إحنا صرنا beams تغير شكل القائمة بتظهر عنا الموديفاي التعديل إذا بدي أعمل load family إذا بدي أعمل measure قياس لبعد عندي بالعادة هو القياسات مبينة لكن إذا بدي أعمل قياس من إذا بتحط على measure في عنا copy تنسخ العنصر الإنشائي في نفس الملف وليس من الورقتين اللي هون قلنا عنهن اللي بتقدر تطلعه على على ليفل ثاني هاي الكوبي بنفس الملف وموف للتحريك موف للتحريك تمام والاين قلنا كمان بهمنا صح لاين نطبق الخط على الخط اول شيء بنختار الثابت وبعدين بنختار اللي بدنا نجيبه عليه هي بوضح لك بالفيديو اختار الثابت بعدين قرب الخط عليه offset مسافة mirror انعكاس نفس كوبي بس من اليمين للشمال فقط برضو هاي راح نستخدمها اليوم لما نبلش برسم العقدات السلابس او حكينا انها تسمى فلور هنا الستركتشر تسمى فلور التريم راح نستخدمها وراح نشوف كيف اوكي وصلنا عند نمذجة الأعمدة نمذجنا العمود B1 اوكي B1 بدي اشوف ليستة الأعمدة الثانية اللي عندي عشان انمذجها راح نمشي سريع بالنمذجة عشان يعني بس راح اعمل نمذجة وانت شايف انا ايش بسوي بتكون فاهم علي مش هيك استاذ محمد اكيد اوكي ثواني بس استنى بالصورة تحمل بس طبعاً أستاذ محمد إحنا العقد اللي معنا للجراوند هي ريبت سلاب لكن نرسم على السوليد عينات بسيطة حتى نعرف بس هيك نشوف شو الفرق وكيف بتشتغل الريبت تمام أستاذ محمد ما راح نقدر نفتح أوتوكاد لكن بدي أعرض قدامك صور هي مأخوذة من الأوتوكاد فأنت بكون عندك بالعادة ملف أوتوكاد زي ما تعودنا برسم الأعمدة بتشوف الأماكن منه بتنمذج بعديها بتعمل له إمبورت استيراد تمام تتذكر كيف إمبورت أول شيء بنعمل عنه نسخة جوا الأوتوكاد نبعدها عن الأشكال بننظفه من
كتابات لخطوط الكتابات هاي. والاشياء بدنا اياه بس مخطط، وبعديها نعمل له ال دبليو بي اللي هي رايت بلوك. رايت بلوك اني انا بدي اعمله بلوحه لحاله، بملف لحاله، بعمله ملف لحاله، بعدين بروح على لينك كاد، للينك كاد بعمل له نسخه. اوكي تمام. استاذ محمد، قد عملت قدامك الصورة هاي؟ انا ما اخذها من النمذجة، واضحة عندك ولا لا؟ واضح. الصورة والريفت صح؟ نعم. الصورة والريفت، تمام. لازم اخليه هيك مصغر. اوكي، هذا عندي البي 1. البي 1 عملناه، ايش ابعاده عندك على الرسم البي 1؟ البي 1 في ثلاث ابعاد بدك تعطيني، التي بنرسم ثلاث ابعاد. بس مش واضحة كثير هيك لأنه مكبرة. هي فيها 60 ايوه مثلا، 60 الاتش وفيها 30. بالضبط، البي العرض، وفي عندي التي رسمة التي اللي هي باتجاه واحد هون قديش؟ 30 قصدك؟ بالضبط برضه 30، برضه 30. هذا البي 1 عملناه، ننزل بالرسمة على البي 2. اوكي، البي 2 ريكتانجولر مش بان جويست، تتذكر احنا جبنا البان جويست هيو البي 1. هلا بدنا نعمل بدنا نعمل ايش؟ ريكتانجولر. ريكتانجولر اللي هو احنا بتتذكر من البروجكت براوزر اللي على الشمال شطبنا كل الفاميليز، فتنا على الفاميليز هون، مزبوط مزبوط شطبنا كل الزيادة، نزلنا تحت على بيكون اسمه فريمينج أو اللي هو البيمز، تأكد بس إيش اسمه هون، ستراكتشرال بيم سيستم، فتنا على الفريمينج وشطبنا الأشياء اللي بدنا إياها اللي بدناش إياها، هيو ستراكتشرال فريمينج، شطبنا الزيادة كلهن، خلينا بس الريكتانجولر والبان جويست. ريكتانجولر والبان جويست. هلا بدنا نعمل بي 2، قلنا ريكتانجولر، نكبس على ريكتانجولر، نعمل اديت تايب، بنسميه الدوبليكيت اول شيء. دوبليكيت. اوكي، بيطلع عندي الاسم هون، بدنا نقول له هو بي 2، ببساطه بي 2. اوكي، تمام. هاي بي 2، قلنا بعدين رئيسيات البي والاتش، العرض والطول. هاي العرض قلنا البي دائما الأقل 31، والعرض كم؟ ألف عفوا متر متر. نعم متر، 30 سنتي. دائما البي هي الأقل مهندس. نعم البي هي الأقل، يعني هذا بتقدر تتذكرها من الإنسان، الطول والعرض بالعادة بيجي بالطول، هو الارتفاع هو أطول إشي، والعرض نفس الإشي، هيك بتتعامل مع الريكتانجل مع المستطيل. تمام. فالاتش عندي واحد. اوكي، تايب نو تايب كومنت هون، اذا بدك اشي بعد الاسم او الهاي بنحط برضه بي 1. اوكي بي 1 ديسكريبشن، بس خلينا نستخدمها ديسكريبشن هون، اذا بدك تعمل له وصف يبين بس تأشر عليه بيطلع بزي رسالة ديسكريبشن له. الفاير ريتنج قديش مقاومته للحرائق، الكوست تقدر تزيد، التايب مارك والاشياء هاي. اوكي هذا كأنه البي هاي 2 مهندس مش بي 1 صح؟ بي 2، مزبوط بي 2. اوكي هاي بي 2 حددنا ابعاده وكل شيء بهمنا، يعني على الاغلب يعني هاي الامور بتهمك حتى ترسم البيم، كتبنا البي والاتش بعدين. اوكي صار في عندي بي 2، نروح على بي 3 سريعا.
هاي البي 3، البي 3 نفس الشيء ابعاده، لكن قلنا لازم نعمله عشان انه بالتسريح بيختلف لقدام، لما نعم نرسم الحديد راح نحتاج نكبس على اي واحد عادي، بنقدر نكبس على بي 2 ونعمل له ايديت تايب، نعمل دوبليكيت، هو بس باخذ نسخه منه ما بلغي الاولاني، بنسميه هذا بي B3 3. اوكي تمام اي اوكي بي 3 نفس الشيء 3 بمتر، تايب كومنت B3 بس اشوف هو حاط لي هون بي 3. اوكي بي 3 بالتايب كومنت بي 3 الابعاد صح، دوبليكيت اوكي صار عندي بي 3. بدي اروح على بي 4 سريعا، هاي بي 5 وهاي بي 4 وهاي البي 4، مش هيك شايفها بي 4 معي لو تساعدني؟ والله ما هي واضحة يا حج عندي. اوكي يعني هي بي 4 تمام، هذا هو تمام. البي 4. ريكتانجولر ولا ايش هذا بنرسم؟ هذا اللي أعتقد التي مهندس صح؟ التي اللي هو اسمه الفاميلي تبعته بان جويست بان جويس. ليجز، ليجز. نكبس على اي واحد حتى نعمل له دوبليكيت، نكبس على بي 1، بي 1 قلنا هذا ملغي احنا خربطنا برسمه، اديت تايب هسه بدنا نشطبه بي 1 بدون نجمه بي 1 دوبليكيت بي 4 اوكي تمام. اوكي ان ايرور اكورد ان ذا فاميلي بينت ويتش ان واز اوتوماتيكلي ريسولف بت ماي ريكوايرد ريفيو باي ذا فاميلي. اوكي ثواني نروح على البريفيو، اوكي هاي البريفيو. شو قلنا عندنا الابعاد اللي بتهمني؟ نشوف سلاب ثيكنس اللي هي بتيجي من فوق، ثواني هذا رسمه ريكتانجولر سلاب ثيكنس هذا رسمناه احنا المرة الماضية صح؟ رسمناه بس هو المفروض يطلع هيك شكله. اكزت والله خلينا نشوف بس البي 1 ستار اديت تايب، ايوه هاي هو هذا اللي رسمناه. بهمني البان انفل رايت والليفت، اوكي قلنا اذا ما نتفرج عليه هيك اظل بيم تبعنا. اوكي وبالعاده هاي التي حرف التي بيكون لداخل المبنى الا اذا كان في بروز معماري بتكون تي كامل او بس بارز لبرا، تعرف البروز المعماري بتلاقي دائما في هيك فريم حول المبنى بارز عن كل الحجر، بيستخدموا له الانفيرتد تي بيم تمام. تمام اوكي بنعرف البي والاتش، نشوف قديش عندي البي والاتش هيهم هون تحت، وقلنا البريفيو بيساعدني هاي البي زي ما بنشوف هيو حدد لي وينه، بنفوت على الرسمة البي كم عندي؟ 30 30 30 اوكي، الاتش 60 60 بالضبط، ونلاحظ انه يعني ليش اللهم صل على سيدنا محمد، ليش هي ثابتة؟ عشان يكون بقدر الإمكان من سمك العقدة، من سمك العقدة. أوكي هسا العقدة راح تقعد عليها، هذا صح مهندس؟ هو بكون يعني جزء من العقدة يعني، ايوه يعني ما عفوا بتقعد، ما مش إشي فوق إشي، عفوا راح يجي مع مستوى العقدة هاي. مع مستوى العقدة لكن بطريقة التشريك التحليل وين بكون؟ عليه على الجسر هذا. على الجسر. نعم عشان هيك التشريك والتحميل ضروري بطريقة تصفيط الحديد. أوكي تمام بنروح البان انفل، قلنا الليفت رايت عنده والرايت ليفت هيو صحيح. صفر من باتجاه اليسار اللي هي اليمين الصورة، وعندنا للشمال هو هون رايح للشمال بالضبط نفس بي 1 رايح للشمال بمقدار 30 معناته نفس الأبعاد. أوكي البيم ادجستنت ديبث
قديش عندي؟ اللي هي مش واضحة مهندس، 29 كأنها، الدبث تبع البيم 31. 31، البيم ادجستنت دبث 0.30 31. بس هيك نحط له بس على التايب كومنت بي، ايش اسمه هذا حكينا؟ كأنه سوري، ما عملنا دوبليكيت. دوبليكيت بي 4، اوكي، تمام. ابعاد نفسها يو 31 تايب كومنت بي 4، اوكي تمام. تمام، اوكي. هاي صار عندي في بي 4 بالبان جويست. نروح على البي 5. هاي البي 5 برضو بان جويست بنفس نفس الاشي، الابعاد، نفس نفس الاعباد. الاشي. قلنا الاختلاف بالتسريح. على السريع نكبس على edit type duplicate b5، اوكي، الابعاد كلها نفس الاشي. نتاكد بس الاسم تغير b5، نحط بالتايب كومنت b5، نعمل اوكي. اوكي صار عندي b5. نروح على b6. الرسمه هاي ما فيها غير 1 2 3 4 5. نروح الرسمه اللي بعديها هاي بي 7. بس بي 6 وين بالله؟ بي 7 بي 10. هاي الدي ار والدي ار. اوكي خلينا نعمل بي 7. بي 7 ايش شكله؟ B7 بان جويست ولا ريكتانجولر؟ B7 لا، ريكتانجولار صح؟ ريكتانجولر بالضبط. بنروح نعمل دوبليكيت لواحد من الريكتانجولر لازم. اوكي edit type duplicate b7. اوكي تمام. b7 وبس عندي الدايمنشن الاساسيات اللي هي بي والاتش. نتاكد بي والاتش 31 ب 60، اوكي، 30 31 ب 60. نعمل اوكي مره هيك، طلع منه عمل لنا بي 7. اوكي تمام. نعمل اللي بعده بي 10، او خلينا بس شوي نحاول ترتيب. بي 10 متر ب 31 ريكتانجولر على نفس البي 7. خلينا edit type 31 بقديش؟ بمتر بمتر. وايش اسمه؟ ب 10، مش هيك؟ ب 10، مظبوط. ب 10. اوكي ب 10 تايب كومنت 31 متر. اوكي نتأكد بس انه نزل صح. 7، نشوف 7 شو ابعاده، بس خايف اكون غيرت على 7. 7 31 متر، لا 31 ب 60، لاني اخذت ال غيرتها قبل ما اعمل دوبليكيت. تمام خلصنا 7 و10. نعمل هدول هسه اللي هون. اوكي 30. اسمه دي ار 2 وهون دي ار يا 31 ب 30 31، 30 30 والاثنين سكوير. نشوف عندنا بالفاميلي في سكوير، روح على لود فاميلي. النسخ بالعادي بيكون بالانجلش، بتلاقي فايل اسمه الانجلش امبيريال امبيريال. بالانجلش، ملف الانجلش. هاي بالنسخ بال24 بطلوها، صاروا كله
يصير بس هون الفريمينج. اوكي نروح على structural framing. سوري قلنا structural framing تمام. نفوت عليه. عندنا concrete banjoist banjoist انجويز obligist وconcrete rectangular. إذا ما عندي concrete إذا ما عندي سكوير. السكوير قلنا الأعمدة لازم سكوير، بس البيمات عادي بعملها حالة خاصة من الريكتانجولر، والريكتانجولر عندي بعمل له كانسل، بعمل دوبليكيت ل واحد من الريكتانجولر. تمام. إديت تايب قلنا 31 ب 30 كله دوبليكيت. دي ار دي دوت ار اوكي تمام. 31 اب 30 سوري الاتش هي 31 الاتش 31 والبي 30. يعني هو صف اصلا ريكتانجولر مش سكوير. اوكي بي و اتش 30 31 قلنا التايب كومنت مش ضروري بس يعني الافضل انه نحطه. انا يعني مهندس قال لي بمشاريع دائما حط تايب كومنت لانه بس تورده لبعض النسخ ما بيطلع اسمه بس لازم تكرره هون. اوكي طلع عندي نعمل الدي ار 2 خلينا على الدي ار عشان ما نغيرش كثير. اديت تايب اوكي دوبليكيت نتذكر نعمل احنا عملنا الدي ار صح هسه دي ار دي ار 2 دي ار 2 اوكي دي ار 2 بتعرف ليش كانت طالع الدي ار 2 لانه بيعتبر انك بدك دوبلي الدبل الدبل هذا واحد دبل واحد ثاني يعني. اوكي دي ار 2 دي ار 2 نفس الابعاد 30 ب 31 بس شوف حتى نفس التسليح ست سياق ست سياق ست سياخ بست سياخ 3 16 ثلاثة 16 3 12 لا هون شكله مش 3 12 اللي فوق. على كل حال ممكن يكون الموقع غير. اوكي دي ار 2 اوكي صار عندي دو ار 2 نشوف هدول هسه عندي بي 6 بي 6 ريكتانجولر من الريكتانجولر خلينا نعمل دوبليكيت لواحد ريكتانجولر اديت تايب دوبليكيت بي 6 اوكي اللي هو 60 ب 31 اللي هو 30 31 هون ب 60 تمام؟ تمام اوكي 31 ب 60 B2 تايب كومنت B6 اوكي صار عندي B6 شو كمان عندي هون؟ هذا عندي البي 5 ثلاث 35 ب 31 البي 5 مش هيك؟ والله مهندس ما هي واضحة، مش أنا شايف في واحد 40 بواحد 30 وفي واحد هاي 30. اللي على اليمين الماوس عنده 35 مظبوط واحد ب 31 30 صح، ريكتانجولر وثمان نعمل قضبان حط فيه. بالضبط نعمل 31 اب خمسة وثلاثين في 35 سوري طلع كيف قاعد بعدل على البي 6 اوكي نعمل كانسل عشان ما ياخذ التعديل ارجع البي 6 اديت تايب دوبليكيت دوبليكيت أسرع عدل هذا ايش أسرع اسمه قلنا بي 5 بي بي 5
اوكي تايب كومنت بي 5 31 بايش؟ 35. اوكي عندي بعد البي 5 البي 9، البي 9 60 ب 30، 60 ب 30 B9 اوكي قلنا قديش 60 ب 30 بس شوف طلع الرسم كيف جاي شكله بالطول 60 اللي هي ارتفاع وال30 العرض فعلى البريفيو بيساعدك طلع عندي ال30 اللي هي العرض طلع خلينا نطلع عليه من هون اوكي فهاي البي قديش بدها تكون هاي ال30 والاتش ال60 صح؟ بالضبط 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 30 يعني مش 31 وهاي قديش 60 60 اوكي دوبليكيت تايب كومنت بي 9 اوكي هاي صار عندي البي 9 ضل عندي بس اثنين اللي هن الاس اتش والاس اتش 2 اثنين 40 ب 31 واثنين ريكتانجولر 40 ب 31 نفس المقاس edit type البي 9 duplicate الاس اتش اوكي 40 سوري 31 ب 40 صح؟ نعم مزبوط 31 ب 40 وهنا 0.40 اوكي بي نو سوري سوري لا اس هذا اس اتش اتش ايوه اس دوت اتش اوكي نعمل edit type نعمل اس اتش 2 duplicate بس هيو جهز لي اياه طلع لحاله اس اتش 2 لانك لا بدك تعمل تدبيل فاعطاك انه نفس الاسم رقم اثنين فبنقول له اوكي ونفس الابعاد اوكي بس هون بنضيف اس اتش 2 اوكي هيك نمذجنا كل البيمات اللي عندنا هيك متعودين نشتغل احنا اوكي اي بي 2 3 و5 بالريكتانجولر والدي ار والاس اتش وهلا لما نرسم العقده انت راح من اماكن البيمات تقول لي هذا البيم شو وظيفته لتقطيع طوب ولا اشي راح يبين يعني انت بتتذكر قلنا البيمات الرئيسيه والباتجاه واحد معظمها بتكون لتحميل العقده وفي بيمات بتيجي باتجاه معارض هي ليست بيمات للربت للعقد لكن بيمات قلنا لتقاطيع الطوب صحيح بالضبط بيمات للواجهات المعمارية مهم. حسب استخدام فهون انت برضو عشان تعمل ريفرش للمانوال ديزاين راح نكون نسأل أثناء الـ النمذجة اوكي استاذ تفضل محمد على 3 دي بتتذكر هون احنا طبعا انا باوردر بليس بيم بدي انتبه اطلع منه عشان اقدر اتحكم بالرسمه اوكي تمام نشوف بس العنصر هذا ايش اسمه نمسك واحد من البيمات نشوف وين وصلنا بالرسم هذا البي 1 ستار اوكي وقلنا عشان ما نخبط خلينا نشطب البي 1 مش ستار من الفاميليز نروح على الفاميليز هون هاي البي البي 1 مش ستار قلنا خربطنا فيه صح نشطب البي 1 اوكي احنا بال 3 دي نمسك هذا العنصر
بلشنا برسم البي واحد، هو جسر مستمر على الواجهة الخارجية. شوف كيف شكله هون. اوكي، ومننتبه انه طلع هون عندي هذا العمود شكله مش طابق على الثاني، صح؟ صح. شوف كيف بفيدنا الريفت برضو الاخطاء والاشياء الدوبليكيت. اوكي، بس نعرف شو اسمه هذا العمود. شو اسمه العمود هذا؟ C2. بالضبط C2 60 ب 30. C2 60 ب 30، وإذا بنعمل زوم أوت هو موجود على زاوية المبنى بين الجراوند والفيرست، مش هيك؟ صح. بين الجراوند والفيرست، اه السي تول بين الجراوند والفيرست. هسا احنا بدنا نروح نعدل على البلان بس. تمام، خليه بس اتذكر لي اياه، السي تول على زاوية المبنى هاي. تمام. اوكي، العناصر الانشائية وين تنرسم؟ بال 3 دي ولا بالاليفيشن ولا بالستراكشرال بلان؟ بالستراكشرال بلان صح؟ بالضبط، ستراكشرال بلان. وقلنا البيمات كونها جزء من العقدة مش زي العمدان من مستوى إلى مستوى، فبتنرسم داخل مستوى واحد يعني، وما بنمدها بس بنعطيها أبعاد. أوكي، بس بنعطيها أبعاد. فإحنا قلنا بلشنا نرسم بالجراوند، عقدة الجراوند يعني سقف الجراوند، يعني سقف الجراوند، صح؟ لما نقول عقدة الجراوند يعني سقف الجراوند، صحيح صح؟ مش مظبوط. السلاب اون جريد اللي هي صبت فوق القواعد هاي، لا، هذا الجراوند اللي هو عقدة الجراوند. اوكي، تمام. فعقدة الجراوند تحتاج مني افوت على الليفل الجراوند، بفتح ليفل الجراوند عندي هون. تمام، واحنا زي ما احنا شايفين كنا اصلا مستوردين الرسمة، مستوردين الرسمة ومبلشين ببيماتنا، لكن شاءت الاقدار انه ما نكمل. بدنا نكمل هلا بس الرسمة ببساطة. structure beams، بنروح على البي 1 بي 1 ستار. طبعا انت لما تيجي ترسم البيم بدك ابعاده تبين معك، صح؟ بدك أكيد. ابعاده تبين معك، يعني من وين لوين ارسمه بالضبط. هلا في بدك تميز الخطوط بالاوتوكاد. حلو، هون ظل عندي كمان بي 1، خلينا نرسمه وننتبه. طلع عندي الخطوط، شو كيف بتيجي؟ طلع الخط، الخط هذا، الخط هذا اللي عليه المؤشر. اوكي، سوري، هذا الخط هذا اللي عليه المؤشر، هذا بدك تميزه. هذا غير عن الخط المتقطع تبع الشبكة، هيو في خط بتقدر تمسكه تمشي عليه، هذا هو. كيف مهندس؟ يعني بدك تحدد هسه وين عرض البيم، مش هيك؟ تمام. فبدك تشوف وين خطوطه. انت هاي ليش جبنا الاوتوكاد؟ عشان نمشي ونرسم. تمام، بالضبط. فعشان انتبه انا وين عرض البيم. مش البيم بيكون مرسوم بخطوط على الاوتوكاد. تمام، بيكون مرسوم بخطوط، فهو راح يكون هذا عندي كأنه عندي خطأ بعد، خليه شوي. فهذا الخط التحت المتقطع هذا خط تبع ايش؟ شبكة، تبع جريد، صح؟ تبع تمام. جريد. وهذا الخط اللي فوق هذا بداية ايش؟ الجسر؟ لا. لا، هون بداية الجسر هذا الخط. اوكي، بالضبط طلع صح. كيف؟ بروح هون، أوامر الرسم عندي مفعلة، لاين. أنت بتعرف الأوبشنز، طلع أول أوبشن placement level، هون level ground. structural music قلنا اوتوماتيك. المصمم بنخليه له الخيار جسر حامل ولا جمالي للخارج. في عندنا chain قلنا إذا قاعد بترسم بسلسلة بتفعلها، إحنا هون آخر جسر ما بدنا نرسم سلسلة، فأنا أفعلها. بنبلش من هون، الله أخذه. أوكي،
قلنا بنرسمه يا للطرف يا لجوا شوي، هاي البيم. طبعا الرسم عندي لبرا، قلنا هاي كيف بنحلها؟ بالبان جويس، تتذكر؟ لا مش المساواة، لا لا، هاي بدنا نشطبه شوي، نشطبه، نمسك أول شيء العنصر الإنشائي، الإكس هون ديليت. اها البانجو بدك تنتبه إذا بترسمه من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين، بيختلف اتجاهه إذا بترسمه من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين. طلع هيك كيف عندي، صار من الشمال لليمين، لكن هو اوف شوي، لازم احنا ننزله. طب كيف أعرف مهندس إنه من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين؟ من خط الرسم يعني، انت بلشت من هون ومديت لهون، هاي من الشمال لليمين، اعطيت لا الخط. مش هيك المقصود، عفوا ايش؟ المقصود إنه شو بتفرق معاه هو. ما هو بده يعتمد طريقة لوين يحط التيت طالعة، بده يحطها لبرا ولا لجوا. هو أيوه البرنامج فهمت. يعتمد، إذا بترسم أنت من اليمين آه للشمال راح يطلع لك إياها لفوق، من الشمال لليمين راح ينزل لك إياها تحت. فهمت عليه. تمام 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 يا حد. تمام بس هون أنا حاس عندي مشكلة بالأبعاد. أوكي، وتطلع فعلا في مشكلة، وقلناها هاي، قلنا لما استوردنا أول مخطط كان مخطط اللي رسمنا عليه الجريد بس، صح؟ اه مظبوط فالجريد عندي ثابت، مش هيك؟ صحيح. الجريد عندي ثابت، سمانه الجريد عندي ثابت، طلع جريدي اللي أنا راسمه وين واحد، وطلع جريده اللي هو راسمه وين واحد. وإحنا شو مرجعنا للجريدات اللي انرسمت من أول، فلازم مظبوط. الجريد يتطابق. اوكي، شو في طريقة بتقدر تعطيني اياها اطابقهم؟ نطبق الجريدات. يعني تطابق اي خطين على بعض. احنا قلنا المحاذاة، نسيت اسمها اللي هي. اللاين، اللاين ايوه هي المحاذاة او العنصرين. زي هي. اوكي، اول شيء بس اتاكد هذا قفل مسكر. اوكي، بروح على اللاين، اول شيء بختار الثابت. مين الثابت عندي؟ المخطط الاوتوكاد قصدك. تبعنا لجريدنا، جريدنا الثابت، بختار الثابت بالأول، بقول له جيب لي هذا على هذا، طلع كيف طبق اثنين، وكلهن وكلهن كلهن انطبقن على بعض. هيك هسه بصير عندي منطقية أكثر لما أقول لك وين الجسر. أوكي تمام، هذا بالنسبة للطول. تعال بالنسبة للعرض، نشوف في تطابق بين جريدي وجريدو ولا لا. واضح إنه في تطابق، صح؟ هاي جريدي على جريدو بالضبط بالعرض، صحيح. ايوه كلهن نفس الخط، بس مكان الاسم، قلنا مكان الاسم ما دخله، صح. صح؟ تمام، هلا بنيجي بنرسم ستراكشر بيم، سيف ذا بروجكت. يا زلمه ما بتحيرنيش. اوكي، بنروح على البي 1، اتفقنا ننتبه برسم البان جويست من اليمين للشمال ولا لا، عشان الزيادة يكون لجوه. طيب استاذ، هلا بدك تقول لي كيف انا بدي اعرف وين خطوط البيم؟ في كثير خطوط عندي هون، وين خط البيم؟ وين بنتهي؟ ليش ما ارسمه بين الخط هذا والخط هذا يعني؟ اوكي، في بي 1 هون، بس طلع في 3 خطوط. اول شيء بدك تميز اول خط اللي ما له علاقه، هذا اللي هو الجريد، اللي هو يعني له استخدام لكن ممكن بيعطيك منتصف البيم، لكن البيم بده يكون مرسوم بخطوط واضحة. اوكي، بدك تشوف الخطوط اللي ما بتزبط الا للبي 1. طلع هون، هذا شو الخط؟ هذا خط ال يعني ما له استخدام، لا هو طلع ما عليه بعد، شو يعطيك عليه بعد، وطالع من عمود لعمود، هذا بداية البيم تبعي. اوكي، هذا عرض البيم من هون ببلش. صحيح. تمام، اوكي تمام. طيب وين بيخلص البيم؟ وين بيخلص البيم؟ طب اطلع، هذا عصب، هذا عصب،
العصب وين بقعد؟ على الجسر صح؟ على الجسر. يعني هذا الخط شو؟ جسر. خط الجسر. فهلا بس ارسم البيم، اذا ما طبق على الخطين هذول هم مرجعي. اوكي، ايوه فهمت عليك. نرسم من الشمال لليمين. بالعكس لازم صح؟ لا، طلع طلع شوي لهناك وشوي لهون. احنا متأكد هذا بان جويست؟ اشوف لا اديت تايب. ممكن قصدي مهندس من اليمين للشمال. بان جويست، ما هي هي تبعنا. اوكي، قلنا من اليمين للشمال نفترض. اوكي، مش عارف ممكن. ديليت، اطلع من الاوردر واعمل هذا واعمل عليه ديليت. اوكي، بيم. هيو اصلا طلع كيف في عندي تقريبا رسم توضيح. لا، اوه لازم من اليمين للشمال، انا متأكد. عش عند الجيران. طبعا بنعرف الاكس هاي ديليت، صح؟ شايف استخدامها، صحيح. انا بلشت استخدمها، معناته من اليمين للشمال. بيم، وقلنا هاي خطه البيم تبعنا. طبعا هذا هسه بالرسم ما بهمني. بعدين احنا هنبلش نرسمه من النص. اوكي، نشوف طبق عندي على الخطوط من هون طبق، صح؟ قلنا القاعدين عليها الربات. صح. طبق عندي هون على الخط هذا بداية البيم طبق، هيك بعرف اني صح. بس نتأكد هون بما تطلع نفسه، هيو خط البيم كله طابق. اوكي، وانا تمام. هذا اطلع لازم يكمل، لازم يكمل. خلي خلصنا البي 1، ظل بي 1 عندي اشي بالرسمة؟ على الاغلب لا. B1 B3 C2 لا بي صح. 4 لا، خلص على الواجهة هاي. طيب اوكي، الواجهة هاي اللي هي واجهة خارجية، مش هيك؟ اها طلع شو طالع منها هون؟ هذا وهذا بتتخيل يكون اشي طالع من الواجهة الخارجية، وانت بستراكشرال بلان يعني بتطلع من فوق. المدخل. هسا احنا بسقف الجراوند، يعني ممكن يكون مدخل، بس في درج طاير بده يكون سقف الجراوند، احنا مش بأرضية الجراوند. اها شو ممكن يكون اشي طاير وهو هاي منظرها مبين؟ ايش رسمة ايش؟ درج يعني لا. لا طلع. وشو معقودة؟ شو معقودة؟ ريبس ريب. ريبس معقودة وطاير إلى برا المبنى، على الأغلب بلكوني. أوكي، صح كانت على الأغلب ليفر مثلا بلكوني. او بدك تسألني ليش المدرسة فيها بلكونة؟ مش عارف الصراحة، يعني ممكن غرفة معلمين، ممكن بس يعني بسألك الوزارة بسألك الوزارة والتعليم بخير سيدي. ايوه أوكي سير، سير بدي أتأكد هلأ من البيم تبعي وين. أوكي، بدنا ننتبه البيم تبعنا وين هون. البيم تمام. بده يتكون من خطين، خط بداية وخط نهاية. أول إشي هو دي آر 2، عندي دي آر 2 هون، دي آر 2 هون، وبالعرض دي آر. وحتى مبين من تسميتهن هو قصده يقول لك إنهن شو بنسميه، الجسر الطاير أو العقد الطايرة، كانتريفر. كانتيليفر، فهو دلالة عليهن. وبرضه الدي آر هون شو قصده فيها؟ يعني على الأغلب هيك بيستخدموها بالمخططات، اللي هي درينج. درينج، درينج. درينج، نعم درينج بيم. ليش درينج بيم؟ لأنه هاي خارجية عن المبنى بلكونة، فلازم البيمات تنعمل بطريقة حتى تساعد يعني بالإنشاء، لما تبلط عليها هاي تساعد بالتصريف، إنه إلها شغل تصريف. أوكي، بالضبط. فدي آر 2 بنختار، بدنا نحدد خطوطنا وين. أوكي، وانت أول شو شيء يعني درينج؟ درينج تصريف، تمام. درينج تصريف، نعم هو نفسه الدرين اللي بنقول له درين يعني. لدرين، يعني عليك لدرين بنقول له. اوكي تمام. تمام استاذ محمد. هسه هون بدنا نشوف وين خطوط البيمات، خط البيم تبعي. واتوقع مبين معك انه البيم تبعنا هذا قديش ابعاده؟ شوف اديت تايب، 30 ب 31، 30 31 30 ب 31. انا يعني هي بيمنا من هون لهون. واضح مبين.
واضح. وانت اذا شكيت بروح بشوف كل خط لشو، بطلع لفوق اياهن تاعات الجريد، طلع الاف والجي هذول الجريد اللي فايتات على الريب، فايتات على الريب تاعات جريد، وفش غير واحد هذا وهو تبع جريد كمان اتوقع، بس طلع طابق على خط ثاني. الاتش على الاف، على الاف كأنه الاتش لا الاتش الاتش طابق على خط ثاني اللي هو خط البيم، وهي عرضه استاذ محمد. تمام، فقلنا بنبدا بنرسم عمودنا يا من جوا شوي او يعني ما تفرقش، بس الافضل دائما من جوا حتى نتاكد انه ما يكون على الطرف في فراغ، ونرجع نعدل نروح على صحيح. الانترسكشن نبلش نرسم بيمنا، وبدنا اياه لهون وهاي vertical and nearest vertical and nearest vertical. هاي طبق عندي طبق، برايك طبق ولا ما طبق؟ في كأنه هيك فضاوة أو شيء. في فضاوة بنتأكد منها من الألاين، تمام. نروح على الألاين نختار الثابت، هاي الثابت وهاي الجسر جابوا عليه، بالضبط. فعلا هو كان فيه. وطبعا هذا الأسود من ما تحت. يخطك، هو هذا الكتابات، بس فعلا ترى كان في فضاوة لأنه قدرنا نطبق بعض، هيك مشي مع بعض. تمام. تمام، نفس الشيء نعمل بالدي ار 2. طبعا محمد هذا الحكي ضروري مطلوب منك تعمله انت، اوكي، مع عشان المشكلة مش راضي يشتغل عندي مهندس ال ما بي... اسمع جرب نزل نفس النسخة، بس لا تكون منزل معها برنامج اوتو ديسك ثاني طب اسمع، عشان تقدر تسأل لي انت عندكم القسم الاي تي مثلا كيف شغلوا لك اياه او اشي؟ والله بسألهم انا وديت اللابتوب لكن بسألهم. الله طيب هاي دي يسلمك. ار 2 نفسه تكرار محمد صح؟ لما نرسمه من هون ومبينة عندك خطوط البيم وين صح؟ قلنا هذا وهذا بده يطبق عليه. صحيح. اوكي تمام. اوكي هاي رسمناه، طلع في فراغ صح؟ بالضبط صح. اوكي في فراغ، بس نتأكد اياه تبع بيمنا اللاين، نفوت على اللاين اياه ثابت، بس اياه ثابت اها طلع كيف طبعا. هون بين معنا البيم فايت لجوا. صحيح. فاول شيء بختار الثابت اللي هو من برا، وبدي تجيب لي بيمي عليه 100% طبعا. طبق 100%. اوكي عندي دي تمام. ار، هلا بروح على ستراكشرال بيم دي ار، مش دي ار 2 ايام بتتوقع تسليحه اقوى الدي ار ولا الدي ار 2؟ هو في واحد كأنه هم نفس الاشي كانوا صح؟ هسه نفس الاشي كأبعاد، بس بالتسليح من ناحية حديد مهندس من قصدك؟ ناحية حديد بس هي كانتيليفر صح؟ صحيح. او بلاش اسألك سؤال هيك، انا شرحت لك شوي عن الكانتيليفر. الكانتيليفر وين تسليحه الأقوى بكون؟ علوي ولا سفلي؟ والله يا مهندس قرأت عنه أنا. أوكي هسا عادي، أنت فكر فيها كهيك، إحنا أعتقد كنا السفر. بنص البحر، بنص البحر بعيد عن العمدان، وين نسلح؟ المومنت الحديد ساعد السفلي. لتحت نحط علوي صح؟ بالضبط. صحيح. عند السبورت من جو الحديد السفلي. نقوي الحديد السفلي، هذا ببحر العقدة بعيد عن السبورتات. طب الكانتيليفر في سبورت، لا، معناته طبيعي شو يكون الأقوى؟ الحديد العلوي. حديد العلوي. عشان هيك إذا بنروح على رسمات الدي آر، نروح على رسمات الدي آر، طلع الدي آر طبعا هو مسلح نفس الإشي، بس طلع الدي آر 2 الطاير، مش اللي طاير بالجو، مش اللي بالعرض الربط البيمات، الطاير عن العقدة، طلع 3 باي 18، 3 باي 18 او 16 هاي صح؟ توب كأنها 16 او 18. مظبوط. توب توب، علوي والدي ار بالعرض 12. 12 12 صح. تمام، والسفلي نفس الاشي عامله.
3-16 او 3-18 بوتوم، يعني بالكانتيليفر دائما بنقوي الحديد العلوي. يعني بنقوي الحديد العلوي بالضبط، يكون الحديد العلوي اقوى. تمام يا اوكي حبيبي، تمام. تمام. طيب نشوف هون جسري طابق صح ولا لا؟ والله يا مهندس شوف أعتقد انت بتقارنه بالربات، لازم يقعد على الرب، قاعد على الربس. العصب، العصب وين قاعد؟ لا طلع، مش واصل للعصب، في صح، في مسافة ما في لسه. مسافة محترمة. فبعمل الاين، خط الربس هو الثابت، جيب لي عليه البيم تبعي، هيك البيم طبق، هيك رسمنا بيم العقدة. انا بس نسرع شوي هلا، في دي ار 2 هون كمان عندي ستراكشر بيم، نحط على دي ار 2 التشين، خليها طافية لأنه هون مش ورا بعض جايات. اوكي هاي عندي الدي ار، من هون لهون عندي الدي ار، اوكي من هون لهون واصل للآخر. اوكي ارسمه من هون لهون. هسه تعال نشوف اذا انه طابق عندي ولا لا. هيك طابق صح، طابق. هاي عرض صحيح البيم، عرض البيم 100%. عندي دي ار 2 هون كمان، صحيح. طيب هون في شيء غلط عندي شوي، تأكد الجريدات طابقة هون طابقة. كيف عرفت انه في شيء غلط؟ طلع وين مكان الدي ار راسمه دي ار 2، يعني بعيد عن الأعمدة بس. لا لا اوكي صح. اوكي صح، خلنا نرسمه من هون. اوكي هذا المقطع خط جريد، انساه عندي هذا. اوكي عندي هذا خط بيم، هذول خطين ايش؟ ريب عصب. بالضبط. اوكي عندي بداية البيم وهذا بده يكون نهايته بما انه دي ار 2. ثواني بس انه طفيت الهاي. يلا يا اوكي تعال نشوف صح عندي البيم، اكيد مش صح. غلط صح؟ طلع اشي قاعد على العمدة اول هاي. شيء خطين ريبس، ريب هذا ريب هذا ريب، وهذول الاثنين هذول جسر. عصب صح؟ ريب، معناته هذا بداية البيم، خط مش مقطع، هذا بداية البيم. بعمل لاين بدي اجيب لا هذا الثابت، سوري نطلع اعمل لاين كاميرا. اول شيء بختار الثابت هذا بداية البيم، وبدي اجيب عليه البيم تبعي، تأكد بس ما نمسك اشي من الجريدات هاي، نجيب عليها هاي هيك الجسر. هسا كيف عرفت انا انه في اشي غلط بالجسر؟ لانه طبعا مش متحمل اعمدة، ما انا لسه بدي اسالك، والاعمده يعني هيك مش راح يكون قاعد على الاعمده صح؟ يعني جسر. حتى المنور اللي تحت هيك طب والله هذا لو يبوا لي ايش هذا هون عندي هاي. طيب تقدر بس كاستخدام تقول لي هذا شو استخدامه البيم؟ هذا نفسه مهندس اللي انا واحد هذا اللي حط الدي ار الماسك بيه هذا، هسا هذول قلنا بالعرض بالواجهة، هذول للواجهة. شايلات ربات، هذول الربات هيك اتجاههن شايلاتن، تمام
دي ار لفوق لكانتيليفر لبلكونه كانتيليفر طالع، طب صح. هذا جوا دي ار ليش بيكون؟ هذا اعتقد جسر مخفي مثلا، شايل عقدة او مش شايل عقده، اكيد مش شايل عقده، طلع ماشي مع، ما في عصب شايل عليه، ماشي مع العصب. صح مظبوط. فهو بده يكون يا لتقاطيع طوب، قلنا بالريبت سلاب بيعملوا جسور بيمات لتقاطيع الطوب، الطوب او صح. بكون منطقه حمامات وإشي زي هيك تقوم يقووها بس. اوكي، تمام. بس انا هسه بدي اعرف الغلط من رسمتي ولا من المكان الاعمده. هو عاش. مكان العمود هذا ايش اسمه، سي 2، معقول هذا العمود مخربطين فيه احنا؟ ما هو تنساش تحت في مهندس المنور صح؟ طب كيف بدي اتاكد من اماكن الاعمده نرجع على الأوتوكاد. بالضبط؟ اه مش نرجع على الاوتوكاد، احنا عندنا اوتوكاد هون، اروح بالضبط. على فيو على الفيزابيليتي جرافيك فيزابيليتي جرافيك امبورتد امبورتد. كاتيجوري. هسا عندي الجراوند سلاب هون بديش ابينها، اها اوكي اوكي بدي اخفيها شوي، تمام. تمام. لأتأكد من مكان العمود بروح بشوف، بجيب لوحة الأعمدة، فبروح على انسيرت لينك كاد على الديسكتوب عندي، هي من وين مكان الأعمدة بلشنا نرسمها، من الفاونديشن صح؟ صحيح. اللي حفظناهم المرة هذيك بالضبط، نتأكد إنه سنتر تو سنتر أستاذ محمد. تمام. إيه، وبدنا كل اللايرز الكالرز خليها بلاك اند وايت للرؤية أفضل. امبورتد يونت ميتر، ميتر ونقول له خلي لي إياها بس على الكرنت فيو كرنت أونلي. فيو. أوكي، تمام. أول إشي بسويه أستاذ محمد قبل ما أبلش أشيك على أعمدتي، بدي أشوف إنه عندي في تطابق بين الجريد والجريد ولا لا. طبعا هون شكله عندي مشكلة، بس خلينا نشوفها. لا تطابق، هون في اشي غلط، طلع سبعة وين؟ هاي ستة وهاي ايش؟ خمسة سبعة فيها اشي غلط، تمام؟ اها سبعة فيها اشي غلط، اشوف تحت في اشي غلط؟ لا، خطين هين، خطين لأربع جريدات طابقات على بعض صح؟ في العرض في اشي غلط؟ لا، هين اي بي خطين لأربع جريدات طابقات على بعض يعني. صحيح. اوكي، هون أنا عندي مشكلة، عندي ثلاث خطوط لأربع جريدات، لازم يكونوا خطين يعني طابقات على بعض، تمام؟ أنا بس تمام. أطلع هاي جريدي وهاي جريدي، هاي ستة وهاي سبعة، هذول إلي ستة طابق، تمام ستة طابق، ستة هي طابق، لكن سبعة اللي مش طابق. أوكي، سبعة اللي مش طابق، الله أتأكد شوي، أنا أشوف هذا قفل مفتوح، وين علامة الإيفل؟ سوري يا أستاذ، ثواني بس. خذ راحتك. طيب
modify align والله الثابت، انا جريدي الثابت، انا جريدي المتحرك، انا جريدي المتحرك لانه يعني كله طابق ما عدا هذا، فبس بجيب هذا على هذا. اه هي مفتوح، شفت ليش كان فاتحه وما عدل الباقيات معاه؟ كيف عدل؟ هنا 3 خطوط لـ6 جريدات، 3 تعادل، 3، ايوه هون، لانه كان مفتوح لانه هو لحاله في خلل فكان فاتح لي اياه. خلاص برجع مسكت الارض اموره تمام. هسه هي جريداتي طابقه، تاكد بس من مكان عمود نسيته. طابق السيتو، هي السيتو صح مكانه. كل جريداتي طابق، ممكن الجسر اللي قدامه. هذا الجسر اللي هسه رسمناه البيم. اه استنى شوي، استنى والله شوي، ايوه هذا البيم مهندس، او يمكن تريد على اليسار شوي صح؟ ما المفروض يجي على اليسار، مش شوي يعني، ايه يطبق زي ها. ايوه بالضبط. طيب كمان خلينا بس نرجع للوحتنا، احنا قلنا في كمان سي 2 كان في مشكلة اكيد. هذا تمام، السي 2 كان على زاوية المبنى هو صح؟ شو هاي هذا مش طابق، شفت كيف؟ طابق، مظبوط هذا الثابت ونجيب هذا عليه. خلاص تمام، طابق. شو اللي طلع عندي هون؟ الجسر عندي هسه صار بده تعديل هون. حركنا العمود، احنا العمود اموره تمام، بس الجسر عندي طلع، صار الجسر فيه فضاوة من فوق صح؟ اوكي، ومن هون طابق، طابق. طابق بس هو ما بقدر اعمل له الاين. ليش؟ لانه الازاحه صارت من جهه واحده، بس انا بطبقه بالضبط. من هون بطلع من غاد، صح. فهون لازم اشطب الجسر هذا وارجع ارسمه. اوكي اشطب الجسر وارجع ارسمه، لكن احنا ما بنرسم الجسور على الفاونديشن بلان، بنروح على الفيو ونرجع رسمتنا فيزابيليتي جرافيك عشان نرسم جسورنا امبورتد كاتيجوريز، بنقول له بدي تبين لي الجراوند واخفي لي الفاونديشن. اوكي تمام، خطين 4، 3 خطوط 6، خط لجريدين، خط لجريدين صح، طابق طابق، تأكد معي، خطين لـ4 جريدات، طابق طابق. أوكي سير. طيب قلنا في عندنا جسر هون في مشكلة اللي هو بس حركت العمود بطل طابق، هي صار في فراغ بالضبط صح؟ صار في فراغ الجسر العمود صحيح. اللي فراغ يعني. هي المشكلة بالعمود، ممكن مهندس لو لا المشكلة مش بالعمود، لا هي العمود هذا سير فيه مشكلة، عمود فيه مشكلة. اوكي هذا الثابت نطبق هذا عليه تمام، هيك صح، هيك صح، سامعني استاذ محمد؟ معك مهندس هيك صح. طبق هيك. طيب رجعنا للجراوند عشان نرسم بيماتنا. اوكي عندي دي ار هون، انا نرسم الدي ارات بيم، نرجع له الدي ار 2 هذاك، بدنا نشوف من وين المشكلة. عندي دي ار هسه مش دي ار 2، الدي ار بدي ارسمه من هون. اوكي تمام. بين خطوطه وين صح؟ لا هون طبق، عندي بس الاشي من هون، لا هون. اوكي صح خلاص، هاي في رب صار على الشمال ورب على اليمين، بالضبط. اموره مية. اوكي
في كمان عندي دي ار، في عندي كمان دي ار هون. كمان عندي دي ار. دي ار هاي في دي ار هون. وهي كمان في دي ار على يمينه اوكي في دي ار هون. بالضبط. هاي في دي ار. هاي كمان في دي ار على شماله. ما اوكي هذا طابق برأيك؟ لا مش طبقات صح؟ مش طابق صح؟ لأنه هذا السي 2 اخش لين مش طابقات. لا هذا لازم يجي لهون. طلع هذا الخط لشو؟ لا هو لرب ولا شيء صح؟ خلينا اول شيء نجيب هذا هذا اللاين للدسر هو مهندس. للجسر. هذا الثابت وجيب الجسر عليه. اوكي أعتقد سيش. وهذا هذا الثابت جيب الجسر عليه. هيك تمام، هيك تمام. اوكي ستراكتشر بيم. هذول انا اتوقع الدي ار عملات الجسور هذول حمامات. الصغار هدول اتوقع مقسمات حمامات، يعني منطقيا بعقدة الاول بسقف الاول عشان الحمامات الفوقيها بالعادة بكثروا الجسور. وعند منور كمان معناها مزبوط الحمامات صح؟ ايوه يعني انور قريب. اوكي خلصنا الدي ارات. في عندي هون بي 6، بي 6 مستمر. وين البي 6؟ البي 6 شو نوعه؟ ايوه هون بالريكتانجلر، كمان بالريكتانجلر البي 6. خلينا نفعل امر تشين استاذ محمد كونه بي عشان 6 تسحبه مرة واحدة. بالضبط، نسحبه مره واحده. بس قلنا بدنا نرسمه كل قطعه لحال عشان أكيد. اذا طلع عندي مشكله. هاي واحد، هاي اثنين. ما يفعل. هاي الثلاث. بعدين نطلع من البي 6 زي هيك. نتأكد طابق عندي. طابق مظبوط. 100%. انسى هذا خط اللي جوا شوي، هذا تبع الجريد عشان يبين لك اياه. شوفوا طابق. 100%. مية بالمية، مية بالمية. طابق طابق 100%. اوكي اوكي سير تعال نشوف بس هون بالعرض ايش عندي. بي 10 مستمر ستراكتشر وبيم. اوكي استاذ محمد بدي اوقف التسجيل بعد اذنك عشان ناخذ بريك احنا. تمام. لا يا لا 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 مش وقت. Oh my God. ثواني خلنا نوقف التسجيل عشان طول المحاضرة. اوكي
هيك جهزت جسورنا، بس بدي نشيك تمام. سريع على التطابق. اوكي، التطابق سهل كثير، عبارة بالنظر ببين معك من برا. تعال نشوف هون رسمناهن، مثلا عندي هذا مبين، طلع وين الجسر وين خطه. هذا الخط صح. ليش بيكون؟ الجسر مبين هيو، مش مكمل لهون، مش جريد، ومش يعني بحدود جسر. اوكي مبين. تمام. شو بنسوي على الالاين؟ نقول له هذا الثابت، وجيب لي، وننتبه نكبس على خط الجسر مش على خط الجريد. اوكي، وهي جاب لي الجسر عنده، صح؟ تمام. هيك طابق 100% جسر، طلع هاي خط جسر وهاي خط جسر، هيك صح. هذا طابق 100%، هي خط واحد. هذا طابق طلع. ليش هون صار تي مد؟ عشان ايش يقعد عليه؟ على الأعصاب. اخطاء هون، فش انه منور. بالضبط صح. هون طابق كله طابق. الله يبعدنا عن الطوابق. هاي هاي طابق هون طابق، اموره تمام، فش اي خطوط اوف مبينة معي. هذا طابق برضه. اوكي تعال نشوف هون. هون انا حاسس عندي مشكلة. اوكي وانا شوفي هذا الخط لايش؟ بيتري هذا منور صح؟ منور. هذا منور. اوكي، هاي 3 خطوط لايش؟ جريدات، صح؟ جدات. جريدات. طيب هذا الخط بالعرض لايش؟ اتوقع انه هذا اموره اوكي. شو رأيك بالبي 3؟ صح إنشائيا يعني؟ البي 3 البي 3 يعني أنا كنت مفكر هذا خط عمود، لكن هو مش خط عمود هذا، نعم. والله شكله مش خط جسر، والله شكله خط جسر لأنه فايت لجوا. طيب عشان يطبق عليه الأعصاب والريبس. هسا انسى، هي شكلها الريبس عاملها هو مستمر، مش محمل هون مثلا، مش محمل هون، محمل هون، بس منطقيا هو ما يعني ما بزبطش هيك تحمل انت صح، لازم وتحمل هون. يتحمل من الجهتين. هو من من الجهتين يعني، طلع هون محمل هون مش محمل. بالضبط. ما طب كنت هذول وين؟ اسالك هو هذول وين المشيولات؟ هاي هون يعني من قصدي جهة محمل الشفرة. الاعصاب من هون، من الجهة الثانية الاعصاب مش محملة. ايوه بالضبط. طيب البي 3 خلينا نجرب نشطب واحد من البي 3، نمسك هذا العنصر، نتأكد بس انه هو ستر، نعمل له ديليت، نشوف خطوطنا. هاي البي 3 والله، البي 3 سؤال بس لما نشوف البي 3 قديش بعده. البي 3 بيم، البي 3 ديد تايم،30 بمتر. بمتر. هيك صح، البي 3 متر. طبعا انا عرض هون شو متر، ارتفاعه 30 سم. ايوه والله جسر كبير. بالضبط. بس نجرب هيك، ممكن تمام، خليهم برا شوي بس. شوف البي 6 صح؟ صح.
هون ايش عندي؟ في عندي مشكلة هون، هذا مش واصل. صح، قلنا لو مش واصل ما بنقدر احنا نعمل له الاين، مش واصل بدك تشطبه وترجع ترسمه، اللي هو دي ار 2 بس نتذكر، ديليت بيم دي ار 2 من جوا شوي، نوصل هون. طبعا هذا خط الدي ار 2، لا هذا خط ريبس. طيب خط جريد لازم يكون مقطع، يعني مش مقطع هون، أنا هذول واحد. هذا خط جريد، طلع كيف هذا خط الجريد مقطع وهذا مش مقطع، يعني هذا طابق على الجسر. طلع بس اكبس على اللاين يجيب اياه الثابت، قلنا هذا، وجيب هذا لعنده هيك الصح المفروض. وهذا خط، هذا خط جريد وخط جسر، وهذا الثابت نجيب هذا لعنده هيك صح، هيك رسمتنا صح 100%. هون تمام. اوكي نروح بس على 3D نلقي نظرة. اوكي هاي عندي الدي ار 2 في الطايره. سوري انا نسيت ما اشوف السي 2، خليني اضبط السي 2 هذا الهون. قلت لك هذا شكله راسمينه مرتين احنا. هاي طلع كيف، هذا واحد وهذا واحد. اوكي هذا بنعمل له ديليت، جرب هيك شو ضل عندي، واحد اي سي 2 واحد. تمام نرجع ل 3D. شاء الله. هاي جسور الطابق الأول بس، خلينا نرجع شكل الكوخ، نفوت هون. الله كيف في جسور لتحت جاية، بالضبط. هاي على الأغلب بتكون حاملة يا هي يا تي. هذا إيش اسمه، بي ثري بيم. بس اوكي قلنا كيف بس نحرك، نكبس على رول الماوس وبلف ونبلش نلف، خلينا نطلع عليه من تحت نهايتيات. صح، في شيء اوف عندك مبين بالنظر؟ شايف كله تمام ما شاء الله. صح، خلاص 100%. طيب أستاذ محمد عندك مشكلة؟ إذا بناخذ بريك 5 دقائق ونكمل. والله مهندس أنا طفيت بصراحة. خلاص مش مشكلة، العاد لبكرة ونكمل. أوكي عايش، الله هيك يعطيك خلصنا الصحة. الجسور، خلصنا البيمات، بكرة قواعد.
ان شاء الله بكره قواعد اوكي ولا فلات سوري سلابات بكره، بكره نرسم سلابات. بس سوليد مثالين سريعات ونرسم مشروعنا كامل على ال، ويا ريت تكون صعب من هون لبكره تكون، بلكي انت بالاخر عملت المشروع كامل لحالك بس مطلوب منك ضروري. إن شاء الله إن شاء الله يا حبيبي، أبشر أبشر يا مهندس، الله يعطيك ألف عافية الله يعافيك يا حبيبي، حبيبي ربي معك حبيب ان شاء الله. القلب، حبيبي يا مهندس، إن شاء الله.